واحد في التلفزيون جابوه ايام المولد، الاحتفال بالمولد ده خليه عالم، ابسط الناس اللي عندهم شيء من العلم يقول لك ده بدعه، لانه الرسول ما عمل والصحابه ما عمل بدعه. شنو اللف والدوران؟ جابوه في التلفزيون بيتكلم، قال وطبعا نحن كشعب سوداني متفقين على محبه النبي والصوفيه وغيرهم، كلنا بنحب النبي وكلنا مرجعنا واحد والقران واحد. يا زول ده لف ودوران، قول الحقيقه، احتفال ده منكر وباطل، قول الحقيقه. انت داري شنو؟ ليه الانسان يتاكل بدينه وهو يعرف الحق؟ وهذه من خصال اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. عالم يجيبونك في التلفزيون يبيح الربا، واحد ثاني يبيح لهم بل يمنع الحجاب، ده عالم في جبرة قالوا بيجاي، قالوا عالم، وده كلهم ما علماء في جبرة، كلية من الكليات جامعة اليوم منفصلة موجودة في المنافس بتاع الجامعة، ممنوع الحجاب، يعني البيت الدار تدخل الجامعة دي ممنوع تتحجب، تجي متبرجة ولا تروح برا. ده في جامعة هنا والفتوى جاتهم قالوا من عالم. هذا كله بسبب لقمة من الدنيا يبيع أمثال هؤلاء دينهم بسبب عرض من الدنيا قليل. كل باطل ومنكر. وكان زمان زيده بيعملوا الشعرة، الواحد عشان يجي عند الملك ويديه دراهم يجي يشكر الملك بما ليس فيه، كما فعل جرير جل عبد الملك بن مروان ويكذب كمان معه كذب، يا ريت لو بياكل بالحلال وبالصدق. قال سأشكره، يشكر في الملك. وهذا اليوم موجود في من يتلصق بالسلاطين ولا ينصح النصح الشرعي المعروف، دار ياكل ويتلصق باصحاب الاموال لياكل دراهم معدوده فيضيف لسجل سيئاته وغشه للامه ولعبه بعقائد الناس. قال له ساشكر ان رددت علي ريشي وانبت القوادم في جناحي. قال له رجع لي ريش، شبه نفسه بطاير ممعط ما عنده ريش. قال له انا رجع لي ريشي، داير قروش في النهايه، داير مال، الى ان قال في اخر بيت، وللاسف عند شعراء العرب او عند المحللين بيسموه افضل بيت في المدح، وده من أسوأ ابيات الشعر. قال الستم بشكر في هذا الملك وهو من بني اميه، وان كان بنو اميه فيهم خير وفضل عظيم، لكن اداهم مكانه ما حقتهم. قال الستم خير من ركب المطايا؟ لا لهم ما خير من ركب المطايا ولا اي حاجه. خير مطيه هي القصوى ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير من ركب المطايا رسول الله عليه الصلاه والسلام. شوف ده شان ياكل كذب بالحقائق الواضحه. قال الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح؟ انتوا قال لهم اجود الناس، انتوا اندى الناس بطون راح شان يلقى له لقمه عيش من هذا الملك. سبحان الله، اندى العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بابي وامي اجود من الخيل المرسله واجود من الريح عليه الصلاه والسلام. لكن مثل جرير كثير اليوم ممن يفتون من اجل دراهم، من اجل ان يرضوا منظمات تتبع لداعش ومنظمات اخوانيه، يفتوا لهم بالفتاوى الباطله التي تتماشى مع اغراض المنظمات لياكلوا دراهم معدوده، والحساب يوم القيامه امام الله عظيم. لذلك عباد الله، أسوأ من هذا كله من يكذب ويحرف في العقيدة من أجل إرضاء الناس ومن أجل أن يكسب قاعدة عند الشعب لكي يؤيده ويصفق له
ويطبل له ويغيب العقيدة ويضلل الأمة. اليوم في الراديو والتلفزيون فتاة وتطلع الحجابات بتجوز تعلق حجاب وتلبس تميمة وشرك بالله سبحانه وتعالى. القصائد الشركية في الراديو والتلفزيون برنامج بيجيبوا يومياً الساعة 8 صباحاً في الإذاعة بتاعت حسين خوجلي يومياً. البرنامج ده أنا حضرته مرة واحدة ويقيني والله الذي خلق السماء وبسط الأرض لو واحد من السودانيين اعتقد العقيدة اللي بيقولوها في البرنامج ده يخرج من الإسلام تماماً، يطلعك برا الدين. برنامج فاسد في العقيدة من أجل ماذا؟ من أجل كسب لقمة من العيش ومن أجل الترويج وتضليل هذا الشعب المسكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الأذى والبلاء. نحن في مأزق وفي أزمة في العقيدة وأزمة في الدين في السودان. عباد الله، نحن في أزمة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا، أن يلطف ببلادنا، أن يلطف بشعبنا، أن ينقذنا مما نحن فيه.